في محيط اعتصام القيادة العامة. سقطت ما سقطت صابنا، سقطت ما سقطت صابنا، سقطت ما سقطت صابنا. حرية سلام وعدالة مدنية قرار الشعب، حرية سلام وعدالة مدنية قرار الشعب، حرية سلام وعدالة مدنية قرار الشعب، حرية سلام وعدالة والوعي قرار الشعب. طيب الآن محاضرة مع الدكتور طارق صديق آدم حامد بعنوان إدارة مؤسسات القطاع العام، الهيئات والمؤسسات والمرافق العامة. وهذه محاضرة يا أخواننا متعلقة جدا بالدولة المدنية اللي هي الناس ماشيين لها. فنرحب بالدكتور طارق ويقدم لنا الآن المحاضرة. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بتمنى إنه برضو أقدر أوصل قريب المايك، ما يقدر مشي عشان الصوت البعدين، لا خليه معاه، خليه في شفايفك. إن شاء الله نحاول برضو ما حنتكلم بالصورة العلمية البحتة وكلام المحاضرات، على أساس إنه نبسط ونوصل المعلومة عن الموضوع اللي حنتناوله لأكبر قدر، بأكبر قدر ممكن ولأكبر قدر من الناس. زي ما بيقولوا إنه مؤسسات الخدمات العامة بصورة، مؤسسات الخدمات العامة بصورة عامة بتمثل شنو؟ هي أي مؤسسة بيكون موجودة في مجتمع ما، يعني ما حنقول دولة، كلام الدولة ده بالنسبة لنا ما دولة، يعني حسب يعني نحاول نقول مجتمع اللي هو زي ناخده في سياق مجتمعنا السوداني. ففي مجتمعنا السوداني المؤسسات بتاعت الخدمة العامة بصورة عامة هي بتشمل المدارس والجامعات، المرافق العامة زي الكهرباء، الموية، مؤسسات النظافة، المستشفيات والمؤسسات الصحية، يعني حتى على مستوى مراكز الصحية زي ما بقوله، يعني عندنا مركز صحي على مستوى الحي. بالرغم من انه كان في سياسات ادت لتقلص المراكز بتاعت الرعاية الصحية الأولية، حتى الصحة الأولية يعني كان بيتم تقديمها على نطاق الحي. لا لا ما أسمع أنا. في سياسات يعني في تم تغييرها بحيث إنه مثلا التخصيص أو الخصخصة بتاعت مؤسسات القطاع العام شملت الحاجة دي، لكن حتى المؤسسات الخاصة بقت ماشية مش بتقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية. يعني ما ممكن في مستشفى انا اجي اقدم خدمه بتاعت رعايه صحيه اوليه زي متابعه بتاعت يعني مثلا تقديم خدمات الرعايه الصحيه الاوليه، متابعه بتاعت الحوامل مثلا، متابعه بتاعت انه زول مثلا عنده عمليه داير غيار جروح، الحاجات البسيطه يعني خدمات الرعايه الصحيه الاوليه بالاضافه لخدمات الاسعافيه. يعني مثلا ما بالضروره انه اي زول حصلت له حاجه، لو 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 الدكتور يجي يقول له والله جه حاجه كونتينجنسي، يكون هو يقوم يقدم يعني او يمشي ياخذ الخدمه. بالعكس دي كان فوق خطوره، يعني مثلا حاجه بسيطه ممكن لو الحاجه دي متوفر على اساس منطقه بتاعت منطقه بالذات في الريف، في الريف لو في مركز بتاع رعايه صحيه اوليه، لكن نتيجه لانه عدم وجود الخدمه دي في مثلا القريه او الحي، الزول بيضطر ياخذ وقت حتى عشان يوصل مستشفى عام او مستشفى خاص او اي فده برضو كان عليه يعني بيؤدي لتبعات يعني سلبيه. وزي ما عارفين ان احنا بلدنا كبيره، يعني السياسه كانت متبعه دي بتتكلم على اساس انه مثلا كان على اساس انه كل السكان بتاعنا السودان ساكنين في مدن وفي ريف، يعني ما ساكنين في الريف، لكن حسب الغالبيه يعني حتى في ولايه الخرطوم اللي هي بتمثل العاصمه بتاعت البلد سكان الارياف هي اكثر من سكان. فكيف تكون سياسه بتاعت تقديم خدمات الرعايه الصحيه على اساس انه الناس يعني تكون مثلا بتتقدم في مستشفيات الكبيره، يعني
يعني ما انه انا اقدم الخدمه في مركز رعايه صحيه ما زي انه اقدمها في مستشفى. من ناحيه بتاع الزمن بالنسبه للمريض، من ناحيه بتاع التكلفه بالنسبه للمريض وبرضه تكلفه للدوله، اوكي، ومن ناحيه بتاع تقديم الخدمه. يعني دائما في المستشفيات خدمات الرعايه الصحيه الاوليه بيتعاملوا معها بطريقه غير بتكون في المراكز الصحيه اصلا هي اتعملت عشان تقدم خدمات الرعايه الصحيه. نفس الكلام ده بينطبق على حتى مثلا الحدائق العامه، المتاحف، خدمات الامن والسلامه برضو المركزيه اللي كانت متبعه في تقديم خدمات الامن للمواطنين والسلامه. يعني الامن والسلامه دي ما بيشمل بس الامن انه يجي حرامي وجاء شغب ولا جاء، الامن ده بيشمل خدمات ثانيه اهم من خدمات مكافحه الجريمه وكده. مثلا خدمات الدفاع المدني، يعني كم مره بنسمع انه حصلت حريقه في منطقه عشان تصل قوات الدفاع المدني كان في صعوبة إنه يصلوا أو حتى إنه يتصلوا بهم. بالإضافة لخدمات مثلا في فترات معروف إنه السودان كله في الخريف بيكون محتاج لخدمات، يعني مفهوم السلام والأمن ما بيشمل بس مكافحة الجريمة زي ما كان المفهوم الموجود عند ناس الشرطة مثلا، ده ما دورهم فقط بس إنه مكافحة الجريمة وكده، بالعكس في خدمات ثانية بتاعت أمن وسلامة تقريبا كان مهمل. يعني برعنا شايفين خدمات الإنغاز النهر يعني مثلا لحد الآن ما في. يعني إحنا مفترض نكون يعني دولة نكون عندنا نموذج لإدارة خدمات الإنغاز النهر بسبب إنه عندنا نحن كمية من الأنهار وبتفيض في موسم الفيضان بصورة يعني مفترض تكون. يعني أنا ما أعرف العقلية الاستراتيجية كانت أو العقلية اللي بتدير السياسة بتاعت الدولة كانت بتفكر كده. نفس القصة بتنطبق على مثلا السيول والفيضانات، يعني ما الأنهار فقط، يعني كان مثلا في خدمة أمن وسلامة مرتبطة بعمليات وجود. يعني في كردفان مثلا ما عندنا أنهار زي ما بقول، بيحصل فيضان سيل ما كان في مؤسسات، والوظيفة دي من ضمن المؤسسات المفترض تكون قائمة بخدمات الأمن والسلامة في المجتمع. ما كان في أي يعني شايفين الصرف عليها أو الصرف على خدمات الأمن والسلامة بالمفهوم الضيق لها. لكن حتى إنه مثلاً يكون في جهة بتقدم أو إدارة، يعني شايفين إدارة الدفاع المدني مقابل في الشرطة مقابل شرطة العمليات الصرف كان عليها الاهتمام بها كيف، كذلك إدارة الإنغاز النهري مثلا. فالمفاهيم دي يعني لأنه مثلا دي كانت يعني حتى مفهوم الناس للمؤسسات وأهمية مؤسسات الخدمة العامة وأهميتها كان على حسب ما أعتقد أنه مغلوط. بالإضافة لأنه حتى الاتحادات والنقابات المهنية داخل المؤسسات دي وحنجي نشوف أهميتها كيف. بالإضافة للاتحادات والنقابات التجارية، يعني مثلا زي اتحاد أصحاب العمل والغرف التابعة له، اتحاد الصناعات، اتحاد غرفة النقل، دي بتعتبر مؤسسات. يعني ما نعتبر أي هي، يعني معظم البانين ناس من القطاع الخاص لكن في النهاية ناس مواطنين، فدي بتعتبر مؤسسة عامة ما بتعتبر مؤسسة خاصة مثلا ودورة كله بس في تقديم الخدمات للناس المنضوين تحت اللواء. والحاجات دي في أي مجتمع بالذات مجتمع مدني اللي بيقولوه دي، يعني المكونات دي أو الهيئات والمؤسسات دي عندها أهمية كبيرة حتى على مستوى الأمن ومستوى السلام. حنيجي نشوف كيف. يلا أهميتها بتيجي من وين؟ إنه النمو والتطور بتاع المؤسسات. يعني مثلا لو كان عندنا زي خدمة الإنغاز النهر أو خدمة الدفاع المدني أو خدمات الرعاية الصحية، والخدمات دي مسؤولية الدولة
حتى لو انك في النظام الرأسمالي اللي بيقولوا في النهايه ما يعني اي في مؤسسات ممكن تقوم مؤسسات خاصه لكن بشروط وشروط وضوابط معينه، لكن في النهايه تقديم الخدمات دي مسؤوليه الدوله ما مسؤوليه الجهه اللي بتقدم. اوكي، وبرضه حنجي نشوف العلاقه بين انه بعض مؤسسات القطاع الخاص ممكن نقول بالمفهوم بتاع القطاع الخاص كيف تقدم خدمه عامه وشروط والضوابط المفترض تتبعها في تقديم خدمة عامة باتفاق مع مؤسسات الدولة. فنمو تطور المجتمع يعني المجتمع بصورة عامة بيتم قياسه من خلال نمو وتطور المؤسسات اللي بتقدم خدمات للعامة أو المؤسسات الحسنة احنا هنتطرق لها. أوكي، وده نتيجة للتطور. يعني احنا دائما بناخد برضو من السطح انه يعني حسب معظم في الاكاديميات الناس بتتكلم بالمفاهيم القديمة. يعني انا بتذكر انه مثلا في المادة بتاعت الادارة العامة دي كان دائما الناس بتجي بتتكلم بمفهوم يعني في النظام الاشتراكي ادارة المؤسسات العامة كيف والنظام الرأسمالي والكلام. حاليا الكلام ده انتهى، يعني عفى الدهر يعني عفى الزمن عليه، فما ممكن لحد الآن نحن المقررات اللي بتدرس في موضوع الإدارة العامة بصورة عامة على مختلف المستويات يكون في يعني المقارنات بين القطاع العام والقطاع الخاص بتتم على أساس لسه المنتاليتي بتاعت إنه العالم على منقسم لقطبين زي ما بقولوا نظام اشتراكي ونظام رأسمالي. الكلام ده انتهى. ف نقطة تانية انه يعني ليه احسن احنا بنتكلم واخدنا دايرين نتكلم عن الموضوع بتاع المؤسسات العامة وكيفية ادارتها ومفهومها هي ذاتها بتمثل شنو في اي مجتمع يعني في عالم اليوم سواء كان في السودان او بصورة عامة في اي مجتمع تاني. انه المؤسسات العامة اي مؤسسة عامة في اي قطاع أو اللي بتشمل القطاع العام حنجي نشوف يعني القطاع العام ذاته شنو بيتم تمويله من الفائدة الاقتصادي اللي بيتم تحقيقه من خلال النشاط الاقتصادي في الدولة وبالتالي المجتمع. وزي ما قلنا انه نمو يعني المؤسسات دي وجودة الخدمات اللي بتقدمها والكلام ده يعني الخدمة دي بتقدم لجميع المواطنين بمختلف فئاته. يعني ما في انه يعني خليك من الكلام الضيق اللي بيقولوه نحن انه ده من وين ولا الحاجات الجهويه اللي بيقولوه بمختلف فئات المجتمع. يعني حتى انه مثلا في دول يعني يعني ما بنقول متقدمه لكن باهتمامهم بمواطنه حتى الناس مثلا العاطلين عن العمل عندهم خدمات تقدم لهم خدمات رعاية صحية خدمات حتى في بعض المجتمعات انه بياخدوا سالاريز طالما انت زول اصلا ما عندك وظيفة. فلاحظ ان احنا انه حسنا مرات بيكون في قطاعات يعني عشان تقدم الخدمة خليك انه الناس شغالين فوق عشان تقدم الخدمة ما في اهتمام به. ده بيتطلب انه نغير نظرتنا لمفهوم المؤسسة العامة. يعني وزي ما كان حسب برضو في الفترة اللي فاتت انه عملنا كباري عملنا مستشفيات عملنا يعني دي ما حاجة تنبع على الناس. انت كقطاع عام وكجهة بتدير القطاع العام ده دورك وده واجبك. اوكي، وده من حق اي مواطن المواطنين كلهم بصورة عامة متعلم مجاهلهم كبيرهم صغيرهم طبيب عسكريهم زي ما بقولوا يعني كل قطاعات المجتمع بتستفيد من الخدمات دي. ومن حق أي مواطن طالما هو ضمن المجتمع ده يستخدم ويستفيد من الخدمات اللي بتقدمها دي بغض النظر عن هو فئة شنو أو طبقته الاجتماعية شنو أو هو جهة شنو والكلام اللي بيتقال.
أهمية الكلام ده ليه؟ طالما إنه المؤسسات العامة ما بتقدم الخدمة بالصورة المفترض تقدمها لكل المواطنين، يشمل كل المواطنين، بالتالي باقي القطاعات الثانية يعني القطاع الخاص حتى المجتمع بأفراده بمكونات المختلفة، طالما في مشاكل في إنه المؤسسات العامة المفترض تقدم خدماتها لكل المكونات بتاعة المجتمع ما حتقدر تأدي دورها المنوط بها. يعني مثلا على سبيل المثال أقل حاجة القطاع الخاص، طالما المؤسسات العامة ما بتقدم خدماتها بالصورة المفترض تقدمها بالطريقة الصحيحة أو الطريقة السليمة، بالتالي المؤسسات الثانية المرتبطة بالخدمات دي ما حتقدم أو ما حتكون بتقدم أو بتقوم بنشاط في الاقتصاد أو في المجتمع بصورة عامة بنفس الكفاءة والفعالية المفترض تكون. وبرضو يعني المؤسسات زي ما قلنا حسن احنا قبل النقطة دي ممكن قدمتها في ذكرها، انه في كان يعني المنهجية للغصور في المفهوم لانه مؤسسة القطاع العام شنو زي ما قلنا انه مثلا كان في وحدات مرتبطة بامن وسلامة المجتمع، وزن مؤسسة الشرطة مثلا عدم الاهتمام بها ادى لوجود مشاكل اجتماعية. فور اكزامبل انه كان نتيجة لعدم يعني كفاءة الدفاع المدني في فترات كثيرة، حتى انه اضطروا في ولاية الخرطوم خليك من الولاية البر انه يستعينوا بمنظمات عشان تقدم خدمات للمواطنين. فده دور بتاع يعني حتى انه ما القصة انه رفاهية وعندنا مؤسسات وعملنا وما عملنا. إذا جينا نتكلم عن القطاع العام قبل ما نتكلم هو القطاع العام هو شنو؟ زي ما النقطة بتقول إنه القطاع العام ده بيشمل كل مؤسسات الدولة العليا اللي هي بتمثل الوزارات والوكالات الحكومية والمركزية اللي هي مثلاً وزارة المالية، وزارة يعني مثلاً الهيئات والوكالات التابعة لها زي البنك المركزي، زي مثلا شركة مطابعة العملة اللي هي مفترض يعني حتى شركة حنيجي نشوف انه الشركات الحكومية برضو هي بتشتغل على اساس انها شركة لكن واحدة من مؤسسات القطاع العام. ودي قلنا اللي هو القطاع العام مش من الوزارات والوكالات الحكومية المركزية مثل وزارة المالية والهيئات التابعة لها، بالاضافة للمكونات الحكومية في المستوى الادنى اللي هي ده بينطبق على مثلا الوزارات القطاعية زي وزارة الصحة التعليم و اي مؤسسة يعني بصورة عامة اي مؤسسة بتمول او بتقدم خدماتها العامة اللي هي الخدمة العامة يعني وفقا لموجهات السياسة العامة للحكومة، بالاضافة لانه بيشمل الهيئات المؤسسات ذات الاستقلالية التخصصية المهنية مثلا مثل الهيئات والمؤسسات المنظمة مثلا زي الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، دي نتيجة يعني هي مؤسسة عامة لكن النتيجة أو بيكون عندها استقلالية في إنها نتيجة لطبيعتها المهنية التخصصية إنها تضع مواصفات ومعايير محددة لمختلف الخدمات بما فيها خدمات اللي بتقدمها المؤسسات القطاع العام، بالإضافة مثلا للجهات اللي بتقوم بتقديم خدمات البنيات التحتية يعني وزارة زمان كان بيقول على وزارة الأشغال العامة، لكن حسا معظم البيكت بيسموها وزارة البنية التحتية مثلا أو التنمية العمرانية، ولاحظ التنمية العمرانية فقط وين التنمية الريفية؟ يعني ما ممكن أنا يعني البلد كلها ما ممكن حتى على مستوى أكبر الدول المتقدمة ما في حاجة اسمها تنمية عمرانية فقط يعني إنك الحتات المعمورة أو الحتات الحضرية فقط،
وعلى مستوى أكبر الدول الولايات المتحدة أوكي كندا إنه بيهتموا برضو بالتنمية بتاع الريف. بالإضافة لإنه برضو في هيئات وجهات غير تنفيذية في الدولة، يعني على مستوى مثلا الدولة الإدارة يعني أول زي ما بقولوا الحكومة المركزية مثلا عندها المجلس التشريعي ده يعني ما مؤسسة تنفيذية زي ما بقول، لكن عنده دور وبيقوم به كمؤسسة عامة. وحتة المجلس التشريعي ده ما بيشمل بس المجلس التشريعي أو يعني الجمعية الوطنية التشريعية العليا، مفترض على أساس طبيعة الحكم بغض النظر عن طبيعة الحكم حتى على مستوى القرية أو على مستوى الحي إنه يكون في جهة بتقوم بعملية التشريع. يعني مثلا البلدية زمان كان بيكون في مجلس من يعني ما بنقول الأعيان لكن من الناس المؤثرين في المنطقة أو في القرية أو في الحي بيتم يعني عندهم دور في القطاع العام بيقوموا به. يعني موضوع التشريع ده ما موضوع التشريع بتاع بس انه الدستور والقوانين التحته، لا على مستوى المدن مثلا ممكن ناس في مدينة معينة يعني وعندنا يعني ظاهر علينا نحن التنوع اللي عندنا. يعني مثلا في الضبيط يعني منطقة معروفة ب يعني جغرافيا واقتصاديا كذلك المدن الثانية في مثلا في دارفور المدن في الشمال المدن في الشرق يعني مثلا زي بورسودان بتمتاز ب يعني كمدينة مفترض يكون في تشريعات على مستوى الولاية إذا كانت الولاية أو كمدينة إنها دي مدينة تعتبر ميناء فبتطلب قوانين تقوم بها يعني على مستوى الولاية مش على مستوى يعني القوانين اللي بتتعمل وبتشرع يقوموا بها ناس المنطقة ذاتهم مش تجي جهة من برا ما عندها يعني معرفة كويسة بالتركيبة بتاعت المنطقة والمجتمع وناس تجي تطلع قانون ما يعني ما يقدر يستوعبوه الناس ويطبقوه بالصورة المفترض تطبق. برضو مثلا من المؤسسات الغير تنفيذية هي مؤسسة بتقدم خدمة عامة في الدولة انه مثلا عندنا ديوان المراجعة العام او ديوان الحسابات الحكومية او ديوان الضرائب. لحد ما الضرائب تعتبر مؤسسة تنفيذية نتيجة لتعامل يعني، لكن مثلا زي ديوان المراجعة العام ديوان الحسابات الحكومية ما مؤسسة يعني ما عندها دور تنفيذي بتقوم به. كويس. بالنسبة للمفهوم بتاع القطاع العام ذاته نشأ كيف ويعني يعني ممكن نقول عليه الإطار النظري على أساسه نشأ مفهوم القطاع العام في دولة ما، والكلام ده ما بنطبق على السودان بس بنطبق على تقريبا يعني الإطار النظري بنتكلم عنه إنه نشأ كيف القطاع العام ده هو إطار نظري بيطبق على جميع الدول الحاسة موجودة في عالمنا. فالفكرة بتاعته جات أول حاجة إنه يعني مثلاً في عندنا جون لوك دولمف فيلسوف إنجليزي مشهور في فترة يعني قبل 3 قرون اتكلم عن أو طلع رؤية إنه القانون أو عملية التشريع وتنفيذ القانون مفترض تكون بها جهات يعني العملية ذاتها تكون منفصلة، وكذلك عملية التشريع وعملية التنفيذ بتاع القوانين الناتجة عن التشريع ده تكون بها جهات منفصلة عنها تماما، والفصل بيناتهم بيتم عن طريق انه او الغرض من الكلام ده انه تجنب تركيز السلطه في يد جهه واحده او يد واحده، وده بيؤدي الى
انه يعني يحصل تعطيل للمهام وبالتالي حيستد بعد حتى الخدمات اللي بتقدم كانت تنفيذية ولا تشريعية. وممكن تصل يعني هو زي الوضع الحسن احنا ممكن بنعاني منه حتى على يعني حاجات سيادية مثلا انه بيتم اتخاذ قرار بتنفرد السلطة باتخاذ قرار ما من حقها في انه حتى السيادة بتاعت الدولة يعني مثلا التعامل مع الدول الخارجية والتحالفات طالما انه السلطة مركزة كتشريع وكقانون وكتنفيذ في يد واحدة انفردت جهات بإذن الدولة حتى في امور السيادية ما بالك بالامور التنفيذية والامور التشريعية. فأهمية فصل السلطات عن بعضها تشريعية وسيادية وتنفيذية ده يعني ما في أي مجتمع عشان يمشي لقدام. والكلام ده من قبل 3 قرون ونحن ليه هسا يعني لاحظوا القابل نحن فيه. أوكي من قبل 3 قرون الناس وصلت له وثبتت المبدأ ده وعلى أساسه تم تكوين يعني زي ما بنشوف نحن حاسة مثلا النظام بتاع الخدمة العامة في بريطانيا نظام بتاع الخدمة مؤسسات الخدمة العامة في الولايات المتحدة أو أي واحدة من الدول الأوروبية وحاسة عندنا في الدول الأفريقية يعني أي دولة من الدول الأفريقية عندنا أثيوبيا القريبة مننا دي تم فصل بين السلطات يعني أول ما بدوا وزي الفترة البسيطة الحاسة ما فاتت 10 سنين دي الاقتصاد والمؤسسات بتاعت القطاع العام في أثيوبيا شايفين وضعها كيف. أقرب مثال لحد الآن الخطوط الجوية الأثيوبية هي عندهم مؤسسة بتاعت قطاع عام لكن نتيجة لفصل السلطات وتطبيقه بالصورة الصحيحة وصلت الخطوط الأثيوبية حسنا 5 سنين الفاتت هي بتاخد جائزة أحسن خطوط طيران في أفريقيا. وإذا قلنا نأخذ أمثلة كثيرة يعني ما تقريبا ما غايبة عليهم. وحتى وزن الدول يعني مثلا الدول حتى نظام ملكي المملكة المتحدة نظام ملكي عندنا في مثلا أقرب مثال في الخليج في خطوط في الطيران برضو عندكم الخطوط الجوية الإماراتية مثلا وبرضو خطوط الاتحاد اللي هي تابعة لإمارات أبو ظبي بيتم إدارتها كمؤسسة قطاع عام ما عندها أي علاقة يعني ما في أي تدخل في السلطات بينها يعني دي نظم ملكية لكن إدارة المؤسسات العامة بيتم بصورة منفصلة تماما عن يعني في النهاية أنا داير أوضح إنه تركيز السلطة ده يعني الأهمية مش إنه يكون كلام على الورق فصل السلطات لازم يكون كلام فعلي حاصل. أوكي. يعني حتى في النظم الملكية بيتم الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والسيادية. بس. أما المبدأ بتاع فصل السلطات فعليا تم ووضعه من قبل مش برضو معروف للناس ناس الاجتماع ناس السياسة ناس الدراسات الإنسانية بصورة عامة اللي هو مونتسيكو أو تشارلز مونتسيكو في كتابه مشهور أصلا ناس القانون بيكونوا عارفينه المسمى روح القوانين. وده بالضبط كده بصورة فعلية يعني جون لوك يتكلم عن الموضوع ده بأنه ده رؤيته كرؤية الإنجليزي لمن جات فترة الثورة الفرنسية وبدأت الناس يعني تشوف المشاكل في المجتمع والنظام الجبالة كان سببها فيه أصدر مونتسيكو وواحد من فلاسفة الثورة الفرنسية ومنظرينها كتابه روح القوانين يتكلم فيه بصورة واضحة عن مبدأ فصل السلطات وإنه الدستور الفرنسي مفترض يكون يعني تبنوا الفكرة دي حتى على مستوى الدستور إنه يكون في فصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في الدولة. والكلام ده ينطبق على حتى المؤسسات يعني الفرعية يعني ما مؤسسات الحكومة المركزية فقط حتى المؤسسات
على المستوى الأدنى حتى المستوى المؤسسات اللي بتقدم خدمات مباشرة للجمهور. وبعد ذلك الثورة الفرنسية نجحت وشفنا برضو موقفهم من الحرب الاستغلال الأمريكية، وبرضو الأمريكان يتبنوا مبدأ سلطة الفصل بين السلطات في إطار نظري لوضع الدستور الأمريكي، وبعده وضع الدساتير في البلدان في يعني بقى هو المثال يعني مبدأ فصل السلطات، لأنه يعني هو يعني أي زي ما بقولوا مجتمع وناس في مجتمع بيحترموا نفسهم ما دي حاجة مفروغ منها. والغرض ما حاجة ارتباطية صحيح الناس دي عجبتهم الفكرة، إنه الناس لابد إن يكون يعني أهمية الفصل بين السلطات عشان السلطة ما تتركز في يد واحدة، حتقوم تخرب كل السلطات الثانية سواء كانت سيادية وقضائية تشريعية تنفيذية وما يستتبع ذلك من مساوئ. فقصة إنه الفصل بين السلطات يعني ده مهم، وحنجي نشوف أهميته كيف. يعني اللي من على أساس إنه المؤسسات بتاعت الخدمة العامة تقدم خدمات كويس. بصورة عامة المؤسسات اللي بتدير السلطات دي أوكي، يعني حناخد الجانب الإداري فوق برضو. بتعرف مؤسسات السلطة ومفهوم إدارة هذه المؤسسات أو إدارة مؤسسات الدولة هو ما يعرف بإدارة مؤسسات القطاع العام بصورة عامة سواء على المستوى الحكومة المركزية أو على مستوى الحكومات الدنيا أو المستوى الأدنى في القطاع في مؤسسات الدولة. ودي يعني لابد أنه نحن نكون عارفين ده على حسب الدور اللي بتقوم به. المؤسسات دي هي اللي عندها سلطة إدارة المؤسسات والأفراد التابعين لها، وده برضو بيقودنا لحتة أهمية الفصل بين السلطة. يعني ما يعني لابد إنه يكون حتى الأفراد وإدارته داخل المؤسسات العامة يتم إدارته بصورة منفصلة من تدخلات السلطات التانية. يعني ما ممكن زول عنده سلطة تنفيذية يدير زول عنده سلطة تشريعية، أو زول عنده سلطة قضائية يجي يدير زول عنده سلطة تنفيذية. المهم التداخل كان حاصل في الأول الحاصل ووصلنا للمراحل. يعني حتى نحن عندنا مشاكل ممكن تكون من الاستغلال نتيجة للتداخل وعدم الفصل بين السلطات بصورة عامة. فور اكزامبل العمليات الانقلابية تمت في البلد يعني أوكي. نتيجة للتداخل في السلطات أوكي. يعني في ناس رأت إنها عندها الحق تقوم بالعمليات دي، هي السلطة الممنوحة لك أنت سلطتك تنفيذية، فكيف تجي تغوط سلطة تشريعية أوكي. والسلطات السيادية برضو. فلا بد أن ننتبه لعملية الفصل بين السلطات دي. حنتطرق برضو لبعض المفاهيم قبل ما نخش في الموضوع ونعمق فيه. بأول المفاهيم دي مفهوم السلطة المؤسسة العامة، يعني شنو مؤسسة عامة؟ وعشان الوقت حنتكلم بصورة جامعة زي ما بقول أو بصورة شاملة ما حنفصل. ممكن نعرفها بأنها تشمل جميع الهيئات والمؤسسات والمرافق اللي بتشكل الطريقة التي يتم بها تنفيذ الوظائف العامة أوكي؟ اللي هي مؤسسات ومنظمات القطاع الخاص يعني ممكن تقوم والمجتمع المدني كذلك أوكي. يمكن أن يكون لها دور مهم في المساعدة في تقديم بعض الخدمات العامة الحكومية ومراقبة أداء القطاع العام، لكن ما يعني ما بتعتبر من ضمن يعني بصورة واضحة كده إنها هي جزء من مؤسسات إدارة الدولة، لكن عندها دور في مراقبة وبرضو دور ممكن فاعل في مثلا بالذات في الناحية التشريعية في المجتمع ممكن تقوم به. عندنا مفهوم تاني مفهوم الحكم، وهو برضو بصورة عامة بيقصد به أو الحوكمة الانجليش بيتكلم عنه بالانجليزي بيقول عليه الجوفرنس. في ناس بترجم الحوكمة لكن الترجمة المباشرة أو الليترال كده ما
ممكن نقول الحكم بصورة عامة. وقصد به الدور الذي تقوم به الحكومة وكيفية قيامها بالدور ده، يعني ما إنه الدور بس بدور الحكومة، الطريقة اللي بتقوم بها والكيفية دي بقررها منه. يعني ما حدت إنه أنت مثلاً تجي تقول أنا خلاص أنا قمت بدوري والقصة انتهت، لا، رأي الناس في الدور الطريقة اللي قمت بها بدورك ده كحكومة أو كمؤسسة عامة هو الفيصل وليس رؤيتك أنت لأنك قمت بالدور ده. فيما يتعلق بكل الأدوار دي تتعلق بكل مؤسسات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، أو الكلام ده حسب تعريف البنك الدولي في تقريره للحوكمة أو للحوكمة والتنمية. برضو في تعريف لها يعني استتبع الكلام ده بأنه النهج أو السوق أو الطريقة اللي بيتم بها ممارسة مزاولة السلطة في إدارة موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية. في المفهوم بتاع الحكم الراشد اللي هو بيستتبع مفهوم الحوكمة، يعني هو الجود جوفرنانس زي ما بقوله، اللي هو في يعني ظهر في تقرير البنك الدولي عن الحوكمة والتنمية الاجتماعية للعام 1994، وعرف الحكم الراشد مفهوم الحكم الراشد أو الحكم الجيد بأنه بينبع من سياسة عامة قابلة للتنبؤ بها، يعني متوقع، يعني حتى إنه مثلاً يعني أوكي مثلاً السياسة يعني العامة بتاعت الدولة مفترض تكون واضحة ومعروفة للناس، مختلف الناس في المؤسسات بتاعت القطاع العام أو المواطنين بصورة عامة أو القطاعات الأخرى لابد إنها تكون معروفة بالنسبة لهم. لكن ما ممكن يعني تيجي تقول أنا سياستي أو وضعت سياستي وهي شنو ما معروف، وده برضو غاد لنتيجة، يعني إنه دائما بيكون مثلا الناس بتيجي بتقول إنه سياسة الدولة إنها مثلا في الفترة بتاع 5 سنين تكون كده، في حين إنه يعني الكلام بيكون بصورة عامة وغير تفصيل بنمشي نلقى إنه حتى الهدف يعني كان مثلا بيصار لك هدف وحاجة منمقة كده إنه ده الهدف من السياسة بتاعت الدولة للفترة الجاية، لكن على أرض الواقع بنجي نمشي نلقى تنفيذ السياسة دي كان تم بصورة مختلفة تماما. يعني مثلا في فترة التسعينات كان سياسة الدولة إنها خصصت المؤسسات بتاعت القطاع العام، وكانوا بيتكلموا عن فوائد خصخصة المؤسسات العامة وفوائد للاقتصاد والتوجه نحو الاقتصاد الرأسمالي وكده. لقينا إنه يعني تمت الخصخصة بصورة اعتباطية ونتيجة، وكان في أجندة يعني ظهر لنا إنه تم يعني أجندة خفية تمت يعني يسكى مفهوم بصورة عامة حاجة كانت منمقة وإنه دفع الاقتصاد، وبرضو جعل القطاع الخاص يكون عنده دور في تنمية في التنمية الاقتصادية و نعم الدور القطاع الخاص عنده، لكن ما بالطريقة تمت بها في يعني دخول يعني القطاع الخاص في مؤسسة القطاع العام ويقوم بأدوار بدوره كمؤسسة تم بصورة في صالح ناس أو فئات معينة، ما تم بصورة يعني حتى العطاءات طرحت ل يعني مثلا سودانير لو شايفين الحصل فيها شنو، يعني هي كانت مؤسسة قطاع عام وبالرغم من المشاكل والعوائق اللي كانت على كان لحد ما يعني في زي 5 طيارات زي ما بقوله في الأسطول بتاعه الرايت ناو، هي تقريبا مؤسسة بتاعت قطاع خاص، على أنا قريباتي ما شفت طيارة بتاع سودانير قايمة ماشي، وبيقولوا إنه في طيارة واحدة فقط في الأسطول وحالتها دي نتيجة لأنه الجهة اللي استلمت أو مؤسسة القطاع الخاص اللي استلمت الخدمة اللي بتقوم بها سودانير كمؤسسة عامة تمت بصورة زي ما بقولوا ما شفافة أو بصورة يعني ما هم ذاتهم مؤهلين لإدارة، بالعكس يعني حسن إحنا زي ما غارن قبل يعني شركة خطوط الأثيوبية كمؤسسة عامة لحد الآن يسأل طرحت أسهمها
لكن ادارته لسه في يد الدوله ما فرطوا فوق. ودي واحده من الحاجات يعني حاسه مثلا الوضع الفيو مؤسسه يعني الخطوط الاثيوبيه دي واحده من رموز السياده بتاعت الدوله الاثيوبيه. كيف يعني مهما تحت اي يعني اي ظرف من الظروف ما حيفرط. يعني بقت لهم هي مؤسسه بتاعت قطاع عام وبتقدم بتقوم بدور خدمي للعام وكده، لكن في النهايه بقت وصلت مرحله انها تبقى رمز سيادي للدوله الاثيوبيه. ويا ريت ان احنا النقطه دي نستوعبها ونستصحبها معانا في الفتره الجايه، وانه مثلا مؤسسات القطاع العام عندها دور سيادي. يعني هاي هي مؤسسة خدمية ومؤسسة اقتصادية بتقدم خدمة اقتصادية كمؤسسة قطاع عام، لكن لطبيعة الدور اللي بتقوم به وعندها دور سيادي انه نموها ومكانتها يعني على مقارنة بالمؤسسات الشبيهة لها في الدول الثانية. كويس. موضوع الحكم الراشد ده بيقودنا لموضوع حنجي نطرق له تاني، مفهوم سيادة حكم القانون. لكن هو انه كل المؤسسات العامة خدماتها او الحكم الراشد بصورة عامة ما معناها انه مثلا انا اتصرف يعني كزول موجود او مدير او مسؤول بمؤسسة عامة اتصرف من عندي، لازم اتصرف تحت او بناء على حكم القانون. يعني وبرضو شايفين إدارة مؤسسة القطاع العام في الفترة اللي فاتت كان بيتم كيف يعني بصورة مرات حاجات لا قانونية بيتم ممارسة داخل المؤسسات دي. بيقودنا برضو الحكم الراشد ده لأنه نفرق بين الحقوق حقوق الملكية سواء للخاصة أو للعامة، وبعدها عشان نجي نشوف شنو يعني شنو ملكية عامة. يعني ليه ما قلنا يعني المؤسسة ذاتها كلمة عامة دي نتي يعني ملكية شنو يعني نوع الملكية شنو. فأولا حقوق الملكية هي سلطة أو سلطة حصرية بتحدد كيف ومن يقوم باستخدام مورد محدد. بصورة أكثر شمولية حقوق الملكية ممكن أن ننظر على أو ننظر لها كحزمة من الحقوق المنفصلة والمميزة سواء لسلعة أو لخدمة. بيشمل ذلك على أقل تقدير حق الاستخدام الشخصي، حق طلب مقابل مادي كشرط مسبق أو متطلب أساسي لاستخدام المورد ده بواسطة أناس آخرين، والحق في نقل أي أو كل من هذه الحقوق سواء كان بصورة دائمة عن طريق البيع. لو بتذكروا حسنا كنا بنتكلم عن بيع مؤسسات القطاع العام، أو مؤقتا عن طريق بعض الأشكال وبعض أشكال الترتيبات التعاقدية. وده بيشمل تقريبا كل التعاقدات اللي بتقوم بها المؤسسات العامة في الدولة في مختلف مستوياتها، إنه يعني استخدام يعني استخدام الموارد الاقتصادية بيتم مثلا ترصيد عطاء على مؤسسة معينة. فده برضو بيكون زي ما قبل قلنا لازم يكون تحت حكم القانون أو بحكم القانون، مش إنه يتم ترسية عطاء لجهة ما، حتى الجهة دي ممكن مرات تكون جهات خارجية. يعني مثلا زي الشركات الصينية اللي كانت بتستثمر في قطاع البترول في تقديم في القيام ببعض الخدمات اللي أدوها لها إنها تقوم بها. هل الكلام ده خضع لحكم القانون ولا تم بصورة غير قانونية؟ مبدأ سيادة حكم القانون واللي هو بيقول انه اي عضو في المجتمع حتى الحاكم يعني حتى الحكام والمسؤولين في الدولة اذا سواء في السلطات المختلفة التشريعية سيادية قضائية تنفيذية انهم يكونوا خاضعين على للقانون. وحسب تعريف الكلام ده حسب تعريف المعايير الوطنية للحكم والملكية المدنية. ودائرة سير نقطة معينة في الحتة دي، لو ملاحظين في منهج المرحلة الثانوية
في الفترة السابقة كان دخلوا منهج اسمه العلوم العسكرية أو التربية العسكرية. العلوم العسكرية. لاحظوا يعني أنا يعني جزء ما بيمثل 5% من المكونات بتاعت المجتمع في بيقول دخلوا في المنهج حاجة اسمه علوم عسكرية. عندنا في مجتمعات تانية وفي دول تانية كثيرة في المنهج بتاعها يعني حتى لو مفترض يكون من الأساس أوكي بصورة مبسطة للطلاب أو بصورة مبسطة للطلاب في مرحلة الأساس وبصورة تانية أكثر توسعا وحتى في الجامعات إنه يكون في علم تربية مدنية. لاحظ إن إحنا كان عندنا علوم عسكرية والحتة دي إن شاء الله تصير نقطة لأنه الناس اللي حيكون مسؤولين من التدريب والتربية التربية والتعليم في وضع سياسة الدولة لازم يكون في مادة في المنهج وفي المقررات عايا على مستوى مرحلة الأساس والمرحلة الثانوية يكون في مادة عن العلوم المدنية. يعني بقت يعني زي ما في مؤسسات المدنية لابد بالتالي إدارتها وطبيعتها والحاجات دي يعني لازم الناس توعوا بها زي ما كان في توعية في الجانب الثاني وده برضو عينه كانوا سياسة الدولة توجهاتها ماشية في ذات اتجاه إنه في علوم عسكرية في المقرر في حين إنه ما كل الناس حتمشي تبقى يعني عساكر زي ما بقول دورهم معروف ومحفوظ لكن حتى إنه يكون الأهم يعني أنت هي في النهاية في إطار معين وفي سياق معين وفي ظروف معينة بيكون في حوجة للعلوم العسكرية زي ما بقوله لكن في حوجة ماسة وأكبر وأهم للعلوم بتاع التربية المدنية فلا بد إنه يكون في مقررات أنا بحلم يعني إنه الشباب الصغار ده وان داي في مدارسهم يكون مثلا 5 سنين أو 5 جاي يكون في حاجة اسمها علوم التربية المدنية وبتمنى إنه عن النقطة دي الناس تنتبه لها ويعني يتم تفعيله بصورة مباشرة وليها أهميتها كويس. عندنا مفهوم تاني إنه سلوك التطلع للاستحواذ على الوصول العامة في الدولة والكلام ده كان أنا أتذكر إنه بمفهوم المغلوط بيتم عن يعني حتى مثلا كان في قبل انفصال الجنوب وحسا برضو بعد الفترة يعني المناطق اللي تم فيها تمرد زي ما بقوله ما هو ما تمرد لما بقوله الناس طالبوا بحقهم قسمة الثروة خليك من السلطة وهي مفترض يشمل الاثنين دي نتيجة للسلوك بتاع الاستحواذ على الوصول العامة من قبل فئات معينة في الدولة ظهرت المشاكل اللي نحن شايفينها ونوصلت لنتيجة أن الناس استخدمت السلاح في مناطق مختلفة في السودان وده ما ناتج عن أنه السلطة ولا الثروة ولا لا إنه في يعني كان المنتاليتي إنه في عدم مساواة في توزيع الثروة والسلطة في الدولة لا المشكلة الأساسية إنه كان في فئات بتطلع حتى من خلال السياسات وحنجي نشوف برضو واحدة من المشاكل اللي بتواجهها في إدارة القطاع العام إنه في فئات وأفراد عندهم سلوك بالشكل ده والمفهوم ده طلع جديد في علم الاقتصاد السياسي مفترض يعني أنا ما أعرف إنه الناس دي من كانوا يتكلم عن توزيع الثروة والسلطة لا الناس كانت تتكلم عن إنه تشوف لها صرفة للناس اللي بتطلع الاستحواذ على الوصول العامة في الدولة يعني نفس المشكلة لكن كان الناس ماخدينها بمفهوم مختلف تماما عن المفهوم المفترض يعني المشكلة هنا المشكلة مش إنه في عدم مساواة في توزيع السلطة والثروة في مشكلة إنه في ناس وفي فئات في جهات عند يعني تطلع ومش تطلع يعني أنا في الفترة السابقة في جهات استحوذت على أصول على الريع بتاع الأصول العامة في الدولة يعني أنا زول يعني واجهت الحاجة
يعني كم مرة أنا بقدم عطاء على حسب يعني في عملي، سواء كان عن طريق مؤسسة أو عن طريق فردي يعني بصفتي الشخصية، إنه العطاء ما بيرتع عليه نتيجة لأنه تم ترسيته. يعني أنا ما بقول إنه يعني أنا قدمت أحسن عطاء، ولكن ما دار أقول لكم إنه أنا قدمت كم عطاء، ولا حتى مثلا دخل يعني بنسبة 1% مثلا تمت يعني تم إرساله عليه. وحتى الكلام ده مثلا ما في مؤسسات القطاع يعني نتيجة يعني مؤسسات بتاعت القطاع العام، يعني في مؤسسات زي ما قبل قلنا بتاعت يعني في ما كل يعني الخدمات ممكن القطاع العام يقوم بها بصورة مباشرة، لكن في مؤسسات خاصة بتقوم بالغطاء ده، بتقوم ممكن تقوم بتقديم خدمة أو يعني للعامة بتعاقد مع مؤسسات الغطاء العام حسب اختصاص. فظاهر إنه يعني السياسة المتبعة كانت ويعني ما ممكن مثلا في فترة بتاعت 10 سنين يتم ترسية عطاء بالتغيرات اللي حصلت، يعني في فترة بتاعت 10 سنين 5 سنين ممكن تحصل تغير، لكن بصورة دائما بتجي تلقى ان العطاء راسي على جهة معينة او راسي في لزول معين، مهما انت غيرت في البنود بتاعت على اساس انه يعني يتم ترسية العطاء عليك. والكلام ده ما أنا بس، يعني كمية من الناس بتكون واجهت منه، يعني الريع بتاع الوصول العامة كان ماشي فيه حتى أو يعني ماشي لمصالح ناس تاني. والكلام ده حتى مش في العطاءات، إنه حتى في السياسات بتاعت الدولة العامة بيتم اتخاذ قرارات تفضيلية لصالح ناس معينين. مثلا يعني لو لاحظتوا في الفترة برضو لاحظتوا عملية إدارة سعر الصرف، الواضح إنه القصة ما كانت حتة إنه مثلا مصالح الدولة أو في عدم سيولة وما عدم سيولة، الواضح إنه كن يعني بيشوف أي زول بعين للسوق إنه كان في ناس بحكم تمكنهم من يعني من عملية التجارة، ناس خشوا السوق زي التجار التاني، لكن بيجوا هم المسيطرين بحكم كفاءتهم وإدارتهم الجيدة للعمل بتاعهم، بيجوا هم المسيطرين على سوق مثلا العملة أو سوق مثلا منتجات تانية. يعني الكلام ده ما سوق العملة، أنا ضربت على سبيل المثال، أوكي؟ فبتم تغيير في سياسة الدولة عشان ما في صالح الناس دي، ونتيجة لأنه في ناس نافذين بيقودوا يعني من خلال إصدار قرارات في تتعلق بالسياسة العامة بتاعت الدولة، يقودوا لأنه هم يستحوذوا على الريع بتاع المؤسسة أو القطاع اللي هم بيشتغلوا فيه. وهو غاموس يعني أنا أخذت من غاموس مصطلحات علم الاقتصاد السياسي، العالم أطلع المفهوم ده أو البحث الحتة دي وزول اسمه جوردون تولوك، عندنا وظائف القطاع العام بصورة عامة زي ما قبل قلنا إنه في تعريفنا إنه الحكومة أو القطاع العام بيشمل مستويين من مستويات الحكم أو من مستويات الحكم في الدولة، اللي هو الحكومة العامة أو الحكومة المركزية زي ما قلنا عرفناها الوزارات والهيئات العليا، والجزء الثاني الهيئات والمؤسسات والوزارات والمكونات في المستوى الأدنى. وظائفهم بصورة عامة بتشمل الستة نقاط دي، اللي هو الخدمات الحكومية بصورة عامة. تقريبا عارفين الخدمات الحكومية، يعني لو كنا نبسط مثلا انه يعني مثلا السياسة دي الخدمات المباشرة، اوكي، لكن مثلا القانون او التشريع
على اساسه بيطلع على الجواز مثلا اول يعني كل ما يتعلق بعمليه ال اسمه شنو تحديد الهويه مثلا يعني كجواز بطاقه رقم وطني الحاجات دي يعني مش انه تقديمه بصوره مباشره حتى القانون والتشريع على اساسه بيتم منح ال اثبات الهويه ده اوكي يعني دي يعني فهم الخدمه الحكوميه مش انه بس تقديمه يعني لكن القانون والتشريع والاسس الدستوريه والقانونيه اللي بيتم على ضوء منح او اصدار هذه الوسائل اوكي القوانين القوانين المنظمه البنيات التحتيه اللي هو مثلا يعني اذا اخذناه في اطار الوثائق والمستندات الرسميه دي البنيات التحتيه اللي بتشمل اصدار او الطرق اللي بيتم بها اصدار المستندات دي بالاضافه للاستشارات الحكوميه ووضع سياسات القطاع العام بصوره عامه يعني ده من غير تفصيل لكن دور القطاع العام هنا سواء على مستوى الحكومة المركزية أو على مستوى المهيئات والمؤسسات والوزارات القطاعية والمكونات في المستوى الأدنى للحكومة لابد أنها تعمل على استدامة التنمية المالية والمؤسسية في القطاع العام على المستويين دي واللي هي ده بيتم عن طريق وضع أهداف إرادية واقعية يمكن تحقيقها وبرضو مثلا حتى وضع أهداف إرادية يمكن تحقيقها لاحظتوا موازنة ولاية الخرطوم في الفترة الفاتت أو في للعام ده يعني قبل في النظام السابق يعني كانت بتتم بصورة اعتباطية وحتى ما عارف أنه كانوا حيحققوك يعني إنه كانوا زادوا يعني الحجم الإيرادات المستهدفة إنه يحققوها خلال العام ده ولكن ما تم تغيير يعني مثلا المؤسسات الكبيرة أو حتى في القطاع الخاص يعني المجموعات بتاعت الأعمال الشركات القطاعات يعني بالعكس كان معظم استهدافه للناس اللي تعمل يعني بحكمه وهم قانون وتشريع بيقول عليهم انهم المهن الهامشين فكان تقريبا على كل سجال هيكون في 1500 جنيه مفترض تدفع وعلى كل شرائح الدنيا يس في حين انه ما زادوا في يعني جبايات او الايرادات اللي يستخدموها من المؤسسات لانه وصلوا الطفية او ما كان في اي مبرر قانوني والمنطقي والاخلاقي انه يزيدوا للمؤسسات دي فلاحظوا انه كانوا حياخذوا ايرادات الدوله من وين يعني اكثر فيها مستضعفه وفي وده يعني على مستوى ولايه الخرطوم العاصمه فما بالك بانه كانت التشريعات تسخر او الموازنات بتاعت الولايات في المناطق يعني غير العاصمه يعني الكلام ده كله وصايف القطاع العام سواء الدور اللي بيقوم به والقطاع العام وانه كيف يستديم التنمية المالية والمؤسسية او وظائفه اللي هو بتمثل في المخرجات اللي بيدينا لها بيتمثل في المخرجات التنموية ولازم يعني بفهم العام انه تكون حاجة موضوعية وذاتية لكن دائما كان الاعتماد على انه الحاجات دي يعني مثلا بيعتمدوا لو لاحظتوا ان الحكم كان فيدرالي زي ما بقول يعني معظم الولايات او المحليات بتعتمد على الايرادات اللي بتجيها والموازنه بتاعتها بتضعها على اساس انه الموارد اللي بتجيها من الحكومه المركزيه في حين انه كان يكون عندها موارد ذاتيه ولو تم يعني بصورة مؤسسية لو تمت ممكن كانوا يكونوا هم يوفروا فائض يعني عندنا مثلا مناطق حتى برا الخرطوم قطاعات برا الخرطوم يعني في الخرطوم كقطاعات وبرا الولاية بتاعت الخرطوم كعاصم كان ممكن من خلال إدارة مواردهم بصورة ذاتية لكن وبصورة مؤسسية في نفس الوقت كان ممكن يوفروا على نفسهم يعني إنه مثلاً في مشاريع وقفت في الولايات بسبب إنه الحكومة المركزية ما وفرت الميزانية
لين مثلا كان ده تبريره ما بيقولوا المويه في بورسودان مثلا وبرضه في كردفان الطرق في كردفان وفي دارفور وكذلك في الشمال يعني اذا قلنا ناخذ الامثله زي دي كثيره حتى الزراعه كذلك الزراعه مثلا زي موضوع مشروع الجزيره اوكي هو المشكله بتاعت حقوق المزارعين وانهم ملاك ولا اجراء والكلام اللي كان داير في الفتره اللي فاتت لو كبرت الليل رجع ليت وين بعد المفاهيم السريعه دي احنا قلناها حنقوم نتطرق لوظائف القطاع العام لكن عشان الزمن والسياق والفتره اللي احنا بنقوم يعني الموضوع هو كبير حنركز على الوظائف الاقتصاديه للقطاع العام كسلطه مدنيه اوكي يعني كلمه كسلطه مدنيه دي عشان مستوعبين انه ليه كسلطه مدنيه بيقولنا مدنيه ومش عشان انه ده يعني فقط انه ده الناس بتقول حاسه انه ده المفترض يعني احنا ما مفترض ذاته نقول الكلام ده لكن الاساس وحياه اي مجتمع بتقوم على الحياه المدنيه قبل اي نوع تاني من الحياه يعني ممكن اوقع السلطات اصلا في بدايتها هي الاساس بتاع السلطه المدنيه حتى بعد ذلك جت السلطات الثانيه اذا كانت عسكريه او امنيه او الاساس انه السلطه المدنيه وبالتالي السياسه في الدوله بتتم بصوره مدنيه حتى بعد ذلك بيتم وضع السياسات الثانيه سواء كانت امنيه عسكريه اجتماعية اقتصادية على أساس كويس فيما يتعلق بالوظائف سوري الوظائف بتاعت القطاع العام نحن كنا حنتناول الوظائف الاقتصادية أولا زي ما سامعين انه وضع السياسة العامة للدولة دي بتقوم به مؤسسات القطاع العام ودي اختصاصات زي ما بقولوا مثلا الحكومة المركزية بتمثل في مجلس الوزراء والمؤسسات التابعة له وبعد ذاك يلا يعني حتى منه ذاته مجلس يعني في السلطات التنفيذية مجلس الوزراء ده مش هيكون في الحكومة المركزية في سلطات تنفيذية حتى تيجي على مستوى المحلي يعني وضع السياسة يعني للدولة واحدة من المشاكل اللي بيعاني منها القطاع العام بصورة عامة وفي السودان بصورة خاصة انه ما في ربط بين يعني السياسة العامة بتاعت الدولة في المستوى الأعلى في السلطة المركزية أو الحكومة المركزية والمؤسسات في المستوى الأدنى يعني التدرج وتكون سياسة ذات موضوعة بصورة بتشمل جميع يعني ما إنه مثلا أنت بتكون وضعت سياسة بتاعت إيرادات لكن على مستوى المحليات مثلا بيكون الناس دي شغالين في يعني بيكونوا طالبين في الموازنة العامة إنه نحقق سقف معين الحكومة المركزية بتطالب به وعلى مستوى المحلية بيكون في مشروعات يعني اتعملت انها تخطط وضعت في خطة السنة دي مثلا بتكون برا السقف بتاع الموازنة اللي خطته الحكومة المركزية فلازم يعني ما يكون يعني على مستوى المحلية على مستوى الولاية لازم يكون في ربط بين السياسة العامة للدولة على في المستوى الحكومة المركزية والمستوى بتاع الحكومة المستوى الأدنى للحكومة أوكي. والكلام ده ما سياسة يا جماعة الكلام ده كلام إداري يعني ما بغض النظر عن الجهة السياسية بتكون هي في السلطة في الوقت ذاك إذا كان نظام ديمقراطي زي ما بقول أوكي أو أي نظام تاني إذا أخذناه من وجهة النظر الإدارية الكلام ده ما سياسي الكلام ده إداري وإداري بحت يعني أوكي فواحدة من إنه والكلام ده يعني شنو وضع السياسة العامة للدولة زي ما حسن إحنا قلنا تناقشنا تخصيص موارد الموارد إذا كانت مالية أوكي إذا كانت مادية اللي هو في المعدات والأجهزة والآليات وكده أو كانت بشرية وكيفية الحصول عليها وكذلك كيفية الإنفاق على المجتمع ككل
من الحكومة الكلام ده مفترض يكون من الحكومة المركزية إلى أدنى مستوى إداري في المؤسسات العامة أو في القطاع العام. وكذلك تقديم الخدمات اللي هو تقديم الخدمات العامة الحكومية للأفراد والأسر مثل التعليم، الصحة، السكن، النقل، الكهرباء والأمن. والأمن ده برضو يعني أنا دائما يعني حاسس إن إحنا أنا ما أعرف يعني نتيجة للتغول ما داير أقول المهم للظروف يعني. كلمة الأمن دي بقت الناس بتاخدها يا هول المفهوم اللي عندنا أمن وسلاح وضريب وكده. لا الأمن ده ما يعني نحن في القرآن يعني يا جماعة يعني إلى في قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. يعني الأمن ده ما معناه يعني لازم يكون في سلاح أو سلطة يعني الأمن ده هسه يعني ممكن وحس إن إحنا لو جينا بالعقل كده يعني حس إن إحنا في دستور ولا في قوانين ولا دولة ده. يعني أنا ما أعرف لكن أنا اللي كنت بشوفه من ناحية عدم أمن في ظل وجود الشرطة والمؤسسات الأمنية في الفترة السابقة يعني الأمن الواحد بيشعر يعني الحاجات اللي كان يعني الجرائم الانتهاكات اللي بتتم يعني في علاقات المدنيين في بعضه رايت ناو يعني ما موجودة okay. يعني بالعكس كان وجود المؤسسات دي هم مهدد للأمن okay. ويلا حتى يعني أنا حتة الانفراد بالسلطة إنه الأمن ده أنت ما ممكن تقوم به براك كجهة أمنية لازم يكون من ناحية التشريع من ناحية التشريع للإدارة بتاعت الأمن دي وبرضو التنفيذ يتم كمشاركة يعني الكلام اللي كان بيقول إنه ناس شركة وما شركة لكن على أرض الواقع كان كلام صح في حين إنه رايت ناو حس الدستور 2005 اللي كانوا شارد به الدولة في الفترة اللي فاتت ما موجود تم إلغاء كمدنيين حس إن إحنا يعني ما بنعاني من مشاكل بتاعة أمن وسلام زي ما كان في الوضع الفات الخدمات دي بيتم تقديمها من خلال تحديد موجهات مباشرة وكذلك التمويل المباشر لمثل هذه الخدمات بالإضافة لإدارة البنية التحتية اللي هو الطرق والشوارع والمنشآت العامة يعني الكلام ده حتى الحدائق المؤسسات بتاعت الخدمة يعني إذا نحن كان الناس ماشية في اتجاه معين المسارع المنتزهات للعامة بصورة عامة بالإضافة للاستثمارات العامة الأخرى التي لا يمكن للقطاع الخاص أن يتحمل عبء المخاطرة فيها يعني مثلا يعني طبيعة نتيجة لطبيعتها يعني مثلا عندنا هيئة التصنيع الحربي يعني دي ما ممكن في حين أنه في دول تانية بصياغ معين يعني مثلا معهد MIT ترانور بتعرف الكلام أنه أكبر يعني الخدمات اللي بيقدمها أكبر العملة بتاعينه هو وزارة الدفاع الأمريكية لكن تحت بصورة يعني بتخضع للقانون يعني لكن مثلا نحن حسنا ما عندنا مؤسسة زي MIT عشان تقدم خدمات يعني نتيجة لطبيعتها وللموارد وبرضو لأهمية الأمنية والعسكرية بتم إدارتها من إدار يعني حسنا هم بيقولوا إنه نحن بنقلعهم في حاجاتهم يعني زي ما بقول هم اللي بيقلعون في حاجاتهم لكن مثلا يعني أنا في وضع الاقتصادي والاجتماعي والأمن الحسن في السودان يعني بالمعقول دي وجهة نظري غايته أنا ما أعرف ممكن لكن مثلا إدارة بتاعت حياة التصنيع الحربي لازم يتم إدارتها من الجهات العسكرية في الدولة يعني ما يعني نحن لكن مثلا إدارة يعني محليات ولا حتى مثلا في الفترة الانتقالية نتيجة للظروف المستوعبين أو أي حاجة لكن يعني الطريقة بتاعت إدارة الدولة حاسة من قبل قوات الحاميات العسكرية في الولايات يعني وبراكم شايفين كم مشكلة حصلت وحتى كان الحلول الأمنية اللي وضعت لها ممكن كانت تقود لحتات زي مشكلة القضارف مثلا المهم يعني ده بصورة عام من غير تفاصيل مشكلة حيوانات زادوا ها؟
حديقة الحيوانات. حديقة الحيوانات خليها عندك إدارة الحياة البرية، دي كانت واحدة من الإدارات الكبيرة في الشرطة. وعندها يعني كان كمورد اقتصادي، وفي الزمن ده حسها يعني مثلا يعني الخدمات السياحية، يعني كانت دي واحدة من الإدارات الكبيرة في الشرطة. وين حسها إدارة الحياة البرية؟ تقريبا وصلوا غيروها ذاتها بقت إدارة السياحة و شرطة السياحة والدراسة السياحة والحياة. اوكي يعني عينه وصلت مرحلة إلى شرطة السياحة، هي كانت إدارة من إدارة يس تابعة لوزارة الداخلية وهي حاجة، لكن وحتى كان عندهم قوات بتتم يعني عندهم زي بتاع مميز بتاع شرطة الحياة البرية، لكنهم إداريا تابعين للشرطة، لكن مهنيا كانوا تابعين لإدارة الحياة البرية. وتقريبا كانت تحت وزارة أنا ما أتذكر، لو في ناس كبار يعني كانت تحت إدارة وزارة لا ما في العهد الفاكلك زمان، يعني مثلا زي إدارة حديقة الدندر كانت بيكون تابعة لوزارة، أنا متأكد كانت تابعة لوزارة ما مذكر وزارة شنو السياحة ما كان في الوضع الحالي، لكن يعني زمان لما كانت في إدارة حديقة الدندر والحدائق والمحميات القومية كانت موجودة، وحتى طبعا أهم حاجة كان قبل انفصال الجنوب كانت إدارة الحياة البرية تابعة لوزارة يعني تخضع لسلطة مدنية، ويس كان في شرطة الحياة البرية لكنهم كانوا إداريا تابعين للإدارة، أما مهنيا أيهم تابعين للشرطة. يعني مثلا شرطة السلطة القضائية، أيوة زي شرطة السلطة القضائية حسن، هما يعني مهنيا تابعين للشرطة لكن إداريا تابعين للسلطة القضائية. نفس الكلام ده هيئة الجمارك حسن بالعكس رجعت، إدارة الجمارك كانت تابعة لوزارة المالية، كانت مدنية وكانت مدنية. أيوه أوكي بعد ذاك جات الشرطة أوكي، أو حتى لما كانت الشرطة برضو انفصلت حسن دومي جت مع واحدة من إدارات الشرطة. فا يعني عسكر. أنا ما أعرف العقلية اللي خلت حاجة بالشكل ده. عسكر. فنيا في النواحي المالية لكن في النواحي الشرطية أنا ما أوكي. لا حاسة هي بقت تابعة للشرطة، يعني حتى الموارد المالية يعني حتى تقريبا كان بيتم في حساب وزارة الداخلية، بتنزل في وزارة المالية بتنزل إيرادات الجمارك بتنزل في حساب الداخلية. نعم. وحصلت مشكلة بين ناس الشرطة والجمارك، أنا متذكر في الحاجة يعني في تقريبا 2016 أو 17 كان سيف الدين تقريبا مدير الشرطة يقول عنده حساب داخلي، يعني كان حصل كونفليكت بين إنه ناس الشرطة وناس وإنه ناس الجمارك يحصل لهم روتيشن في كل إدارة الشرطة الثانية وكلام بالشكل ده. فده نتيجة للعقل، يعني أنا ما أعرف العقلية، هو الفترة الفاتت دي كلها كانت يعني في نواحي كده أنت بتكون غايبة عليك ما ممكن تفرض رأيك فوق، فكان من الخطأ إنه يعني لحد الآن حاسة مثلا لو مشيت أي مطار بتجي تلقى إنه إدارة الجمارك وشرطة الجمارك عندها زي منفصل وإدارة منفصلة ما بتخضع لأي سلطة من السلطات الثانية، يعني مثلا في المطار ولا بيخضعوا للسلطات الأمن ولا سلطات الإدارة بتاعت يعني في دورهم اللي بيقوموا بيهم مهنيا، أما فنيا في نواحي فنية معينة أنت تابع لحتة معينة. أوكي وبرضه نحن نكون منتبهين نحن في القطاع العام انه في بعض المؤسسات نتيجه لدور البلجومبيه وتداخل الخدمات النشاطات البلجومبيه، يعني ممكن يعني في سلطات لكن لازم تكون بصوره متوافقه ويكون موضح بالضبط انه السلطه يعني مثلا التنفيذيه دور شنو في المؤسسه دي والسلطه التشريعيه دور شنو في المؤسسه دي. نفس الكلام ده مثلا بينطبق على وزاره العدل والنائب العام، يعني عندهم في تداخل بين السلطات التنفيذية والسلطات التشريعية والسلطات القضائية. يعني مثلا المشاكل اللي حصلت انه كان سلطة اصدار امر القبض يعني كان دي سلطة يعني المعروف انه غير امر قبض من قبل القاضي ما في زول انقبض النيابة حولوها للنيابة، يعني حولوها لانه حتى مثلا للشرطة قسم الشرطة مش يعني في قانون الجناية كان إنه لو اشتباه حق من سلطات الشرطي كجهة تنفيذية إنه لو اشتباه يعني ما حاجة قانونية يعني بتخضع للتقييم الشخصي، كيف الكلام ده يمكن يلغي القبض عليه. أوكي أوكي نفس الكلام وأنتوا ما أعرف ما مفعل لكن في قانون
دي ما بتكون اللجان الشعبيه، لكن طبعا في كل حي في حاجه اسمها الشرطه المجتمعيه. ايوه المجتمعيه ده نتيجه لانه مثلا الكلام الشعبي والمجتمعي ما اوكي نتيجه ده لعدم وجود يعني فصل بين السلطات، انه الناس دي وصلت المرحله دي لانه السلطات كلها كانت مركزه في يد زول واحد. اي صح وبعقليه زول ده ذاته، ويا ريت لو كان يعني ماخذ امبريلا بتاعت كل المجتمع بعقليه زول ده من مقام هو عسكري. يعني ما ممكن انت مثلا، انا بقول دائما ان المدنيين عدم اداره يعني المدنيين ما ممكن تديرهم بالطريقه العسكريه مهما يكون، مهما استخدمت من قوات قمع وسلاح ما حتقدر. في النهايه انت مكون من مكونات المجتمع ده ونشأت منه، وزي ما انت يعني تغولت عليه ممكن هو عنده آلياته، يعني كمدنيين كده بيتصرفوا بيعرفوا عندهم آلياتهم انهم يزيلوا منك السلطة دي، وانهم برضو يتلافوا انه الحاجات اللي انت دار تفرضها عليهم دي ما يخضعوا لها. فدي حاجة ثابتة. اوكي عشان الزمن نحاول نختصر كويس. بالنسبة لي في تقديم الخدمات بنجي انه يعني واحدة من وظائفه بتقع على عاتقه مسؤولية بعض المخرجات الملموسة اللي هو مثلا زي موضوع البنيات التحتية او الاستثمارات الحكومية. اوكي دي عليه يعني واحدة من دوره وواجب عليه كقطاع عام يقدم نظم وعمليات تمكن الحكومات من إدارة الإيرادات والنفقات العام وإدارة الدين العام، مثلا مشاكل إدارة الدين العام والمشاكل يعني إدارة الدين العام دي مشكلة كبيرة نحن بنعاني على وبنعاني منها لسنوات حتى قبل النظام يعني إنه نحن عندنا مشكلة بتاعة إدارة الدين العام في السودان نتيجة لبرضو تداخل السلطات. يعني في تشريعات وقوانين معينة إنه الدين العام يكون بطريقة كده كده كده. لم أنا ما أعرف هل يعني ما مفترض تتدين يعني مثلا زي الديون الحسنة ترتبت على السودان نتيجة لدخول الشركات الصينية أو التعامل مع الصين. يعني إن أنا يعني تقريبا ما في تشريع، ولو متذكرين إنه حتى كان موضوع إنه ربوي وما ربوي وطرحوه على البرلمان ومستثنوا القصة دي منه. يعني كانت صورية، حاجة صورية، لكن حتى خليك من موضوع ربوي وما ربوي إنه الشروط والأحكام اللي بتخضع لها القروض اللي أنت بتتدينها من يعني ما سكت. يعني حتى يعني مثلا هل تم خليك من ربا وما ربا، هل تم اتباع الاجراءات القانونيه والماليه الصحيحه في اداره الديون او الحصول على الديون دي ولا لا؟ يعني تكون وفق الدراسه ووفق قانون. ايوه ووفق استشاره ناس متخصصين. انا تقريبا تمت بصوره اعتباطيه الحاجه دي، انه في بس دولارات جايه ناخذ والأوتكم بتاعتها معروفة حسب مثلا انه في سد مرو يعني ديون ترتب على البلد والخدمات اللي كان مفترض تحصل نتيجة للدين ده ما يعني مقابل حسب الفائدة المستفيدين من انشاء سد مروي، بالعكس ادت لمشاكل ثانية يعني مشاكل برضه حقول حتكون تؤدي لمشاكل امنية يعني مشكلة يعني مشكلة امنية حتى على مستوى البيئة يعني الجو. يعني النتيجة بتاعت إنه السد البحيرة بتاعت خزان سد مروي حتأدي لتغيرات مناخية، حتأدي لتغيرات بيئية، وفي المستقبل حتأدي لتغيرات حتى ممكن تضر بال يعني اقتصادية أمنية وهكذا. وحتى في المطار جاي تقال برضو طريقة يس مثلا يعني هو لأن إحنا لو قلنا حناخد أمثلة لبكرة الصباح. كويس. الوظيفة الثالثة لوظائف للقطاع العام هي الإشراف والمحاسبة، ودي هنا بتخش السلطات الغير تنفيذية مثلا يعني السلطات يعني مثلا الهيئات الرقابية الهيئات القضائية
اللي هي انه لازم يكون الغطاء العام منه في نفسه منه وفيه يكون واحدة من وظائفه انه يدعم آليات المحاسبة والحوكمة او الحكم الراشد في الدولة اللي هو ده بيشمل الجهاز القضائي والتشريعي ومؤسسات الدولة الاخرى غير التنفيذية زي مثلا ديوان المراجعة العام اللي هو بيراجع حسابات المؤسسات الحكومية وانفاقها وإيراداتها وهل تمت بصورة المثلى وكده. ولاحظنا انه كان برضو في مؤسسات ما بتخضع للمراجعة العام المراجعة العام في حين انه من سلطته وفي القانون المراجعة العام ده اي مؤسسة بتاعت قطاع عام حتى لو كانت شركة حكومية بتعمل بمفهوم ربحي تخضع لرغبة المراجعة العام. لكن سمعنا انه كم مؤسسة معينة مؤسسة الفلانية انه ما يعني دعم سريع اوكي دعم سريع ده لسه ما دخل دخل في مؤسسة الدولة تجنيب يعني شغالين تجنيب التجنيب غير التجنيب يعني اذكر برضو انه مثلا الناس الامني يعني خليكم اي ناس الامني ناس الامني رفضوا انه يراجعوا يتم مراجعتهم اوكي برضو هي التصنيع الحر وحتى في مؤسسات مثلا يعني داخلية يعني مدنية يعني خليك من المؤسسات يقول طبيعي لحد ما انه بتحصل استثناءات يعني اوكي انه يتم مراجعتها. لكن مثلا مؤسسات جهاز الاستثمار الضمان الاجتماعي في فترة من الفترات ما كان بتخضع للمراجعة من قبل او دي يعني كمؤسسة حكومية استثمارية بتقوم باستثمارات معاشات يعني كل المواطنين اي زول بيستقطبوا منه في وظيفة كان يعني حتى في القطاع الخاص يعني ناس القطاع الخاص استثمار يعني استقطاعات معاشاتهم بتمشي إيراداتها للجهاز الاستثماري فكيف ما كان بتخضع يعني في فترة المعلمين كان أي زور قلت حتى شغالين أنت كان شغال في شركة خاصة مش بياخدوا منك حسب المعاش بيقولوا عليه شنو التأمين الاجتماعي أيوة بتمشي للجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي كيرا ويستثمر أوكي. فكيف ما كان مؤسسة زي دي يعني خليك من المؤسسات الأمنية والعسكرية كيف مؤسسة زي دي ما كان بتخضع يعني وكمان حاجة مهمة وحساسة بتمس كل المواطنين يعني مش الشغالين في القطاع العام الشغالين في القطاع الخاص أوكي. واللي هو إنه دعم يعني القطاع العام ذاته منه في نفسه أوكي مفترض يدعم آليات المحاسبة والحوكمة وبرضو بعد ذلك في أحكام قضائية لو حتى طلعت وصلت مرحلة المحكمة الدستورية لو متذكرين مع شيء سوداني في حكم قضائي من المحكمة الدستورية لحد الآن ما يتنفس يعني لازم القطاع العام يحترم إنه مثلا انطلع حكمي من السلطة القضائية بحقية الناس دي أوكي أو يعني حكمي على لازم يتنفس من قبل مؤسسة القطاع العام وانا بحيرني انهم الناس ديل كلهم في يمثلوا قطاع واحد قطاع عام فكيف انت تقعد تضاضي او تشتغل باتجاه معاكس لجهه ثانيه نفس انت معاه في نفس القطاع وبعدين حكم قانوني بحكم قانوني اي من صوت يعني نافذ انه طالما صدر حكم قضائي يتنفس انت كسلطة تنفيذية واجب حسب الكلام ده برضه على يعني وكسوابق قضائية كثيرة يعني شفنا يعني في حقوق في يعني في سوابق قضائية انه في دول مشهورة في بريطانيا انه مثلا يعني افراد خليك من مؤسسات قاموا رفعوا قضايا على ضد الحكومة او واحدة من مكونات الحكومة البريطانية وكسبوها واتنفذت بحكم القانون فده برجعنا قبيل عملية أهمية يعني إحنا بنقول الفصل بين السلطات إيشنو أوكي والكلام ده ما سياسة أنا دائما حس الناس دي لما يجي يقول الفصل بين السلطات وهو حس أنا مفترض ناس الناس اللي بتتكلم في التفاوض وكده بيقولون الكلام ده ما سياسي الكلام ده إداري لإدارة الدولة لإدارة مؤسسات الدولة لا بد وواجب وضرورة الفصل بين السلطات في مؤسسات القطاع العام بكل مكوناته. نعم والله عشان الزمن الكومنت دكتور انور كم مره مش شايف خلينا بعد الامتحان يدونا 5 دقائق كده لو عندك كومنت ولا سؤال بقول لك انا ذاتي جربت انتهي
اهميه وجوب قيام اهميه ووجوب قيام القطاع العام بدوره. اوكي برضو لاحظوا الحته دي يعني اهميه السلطه المدنيه. يتمثلان في انه رؤيه الافراد والاسر وحتى الشركات الخاصه والمؤسسات الاخرى الفئات القطاعيه الاخرى في المجتمع خارج منظومه القطاع العام انه يتم حكمه ودارته بصوره سليمه being well governed. ده بيعتبر شنو؟ يعتبر انه حاجه او حصيله مرغوب فيها لقيام مؤسسات القطاع العام بدورها المنوط بها وبما يؤكد انه القطاع العام ككل بيؤدي وظيفته بصوره جيده ومنظمه. بكلمات ثانيه يعني شنو؟ انه اهميه القطاع العام ما في الحاجات اللي بيقوم بها بس من وظائف ولكن في الكيفيه اللي بيقوم بها بتلك الوظائف والكيفيه التي ينظر بها الاخرين او المواطنين بصوره عامه لقيامه بتلك الوظائف. يعني حتى انه عملنا كباري وعملنا طرق ودخلنا الكهرباء وجبنا النت وجبنا الكلام ده ما نو يعني احنا استفدنا منه شنو وحنستفيد منه شنو والطريقه اللي انت عملت بها الكلام ده كيف رايت ناو احنا عارفين انه مثلا خدمات التكنولوجيا احنا نتيجه للحب للحظر الاقتصادي احنا يعني بنستخدم وسائل البيعات وطريقه يعني وبنستفيد منها شنو يعني شنو احنا رايت ناو حتى الحاجات الاساسيه اللي بتقدمها خدمات التكنولوجيا يعني احنا ما قادرين نستفيد. اخليك ان احنا كمواطنين مؤسسات بتاعت القطاع العام ما قادره تستفيد منها. كويس كويس. في بعض المفاهيم يعني دي يعني احنا ناخدها لقدام يعني بس مفهوم اصلاح اداره القطاع العام من غير يعني ما حتفصل فيه كتير لكن دي مفترض نستصحبها في الفتره الجايه لانه يعني شنو اصلاح اداره القطاع العام كلنا متفقين على انه لابد ان يحصل اصلاح في مؤسسات القطاع العام وكذلك إدارة القطاع العام كمؤسسة. فالمفهوم ده شنو؟ وحسب البنك الدولي إنه إصلاح القطاع العام كمفهوم هو فن وعلم في نفس الوقت بحيث إنه يجعل من الآلية اللي بيشتغل بها القطاع العام تعمل بصورة أفضل وبتعلق الكلام ده بتغيير ما بين يوم وليلة بيحصل يعني على حسب مراحل وفي فترات يعني ممكن تاخد زمن طويل لكل الهياكل والعمليات المتشابكة داخل القطاع العام اللي هو التشابك اللي حس كنا بنعاني فيه والمشاكل اللي غادت له والأمثلة اللي ضربناها قبل شوية. كويس والكلام ده بالغرض منه شنو؟ انه تحديد او تعريف كيفية وتوزيع ونشر الموارد المالية والمادية والبشرية في القطاع العام وكيفية عدم هدرها نتيجة للتشابك الهيكلي والعملياتي القناه. يعني زي ما مثلا المشكلة بتاعت الجمارك القناه انه في تشابك حصل مفترض يعني قطاع عام يعني احنا يعني في الفترة الجاية يعني لازم يحصل اصلاح في ادارة الحاجة دي. اوكي ادارة الجمارك هل يعني هي المشكلة ذكرناها انه حصل تضارب بين صلاحيات وزارة المالية وإدارة الداخلية في إدارة المؤسسة دي. فدي واحدة من الحاجات اللي بتطلبها أو يعني مفترض نستصحبها في مفهومنا لإصلاح إدارة القطاع العام. والحاجة دي ما نتيجة ل يعني إنه كان في مشاكل يعني حسن إحنا في الفترة اللي فاتت دي في يعني القوانين والتشريعات كان في دستور وفي قوانين مفصلة حتى على مستوى القطاعات والهيئات قوانين خاصة بها. يعني ده ما المفهوم بتاع الإصلاح ما بيشمل إنه ما كان في يعني إحنا ما في قوانين موجودة ولا ده. المشكلة كانت وين في يعني الأفعال اللي بتتم بصورة يومية في
الغطاء يعني بتسوء يعني ما انه مثلا يعني كان في قانون موجود مثلا ووضح صلاحية المؤسسة الفلانية والمسؤول الفلاني وكده، لكن هل الكلام ده كان مطبق على أرض الواقع؟ يعني فعليا كان بيتم زي ما شفنا انه كان في تعدي على يعني مثلا مشكلة المراجعة العام مع بعض المؤسسات في الدولة انه يتم مراجعتها، يعني كقانون موجود وحسب الدستور يعني فنيا واداريا وقانونيا يعني موجود انه سلطة المراجعة العام انه يقوم بمراجعة حسابات وميزانيات كل المؤسسات الحكومية في الدولة، لكن نتيجة للقانون موجود، لكن على ارض الواقع هل كان الكلام ده بينفذ؟ كويس. حتى لو كانت القوانين فيه ولكن يعني انه في نقائص فوق، يعني احنا ما نبدا بان لا القانون فيه وممكن تكون في حاجات معيبه في القوانين دي، لكن ما ده المهم في عمليه الاصلاح بتاع اداره مؤسسات القطاع العام. المهم انه لازم نغير السلوكيات او الممارسات غير الرسميه، يعني ما ممكن يكون القانون فيه وفيه نقائص، الممارسات غير الرسميه اللي بتتم داخل القطاع العام أو مؤسسات القطاع العام للأفراد والمؤسسات الفاعلين الأساسيين. يعني مثلا المشكلة بتاعة عدم خضوع بعض المؤسسات العامة لسلطة المراجعة، يعني دي كانت سلوكيات من أفراد في مؤسسات تانية، يعني أوكي لا لازم كان يكون يحصل إنه الناس الأساسيين المسؤولين في المؤسسات دي بحكم القانون يكونوا مستوعبين انهم في اخر كل سنه لازم يقدموا حساباتهم ايراداتهم مصرفاتهم للجهه اللي عندها سلطه القيام بالشكل ده، وتقديم كل المستندات وكل التوضيحات اللي بتطلب منهم. يعني انت كمدير بتاع مؤسسه عامه ذاته كان الفهم بتاع انه انا كمدير مؤسسه عامه ونتيجه لانه انا فلان الفلاني او جاي من الجهه الفلانيه او فلان ما بخضع للسلطة دي لازم، يعني مثلا أنا ما بتخيل إنه وين دي مثلا وزارة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية يجي واحد من وزارة المالية الأمريكية أو ديوان المراجع الأمريكية إنه يقول له ما حقدم لك مستندات بتختص بنشاط المؤسسة دي. النتيجة لإنه الزول اللي بيكون مسؤول في مؤسسة في يعني المسؤول أو المسؤولة في هيئة الاستخبارات المركزية الأمريكية أو CIA عارف تماما أنه لما يستلم الوظيفة دي المؤسسات الثانية اللي هو بيخضع لرغابته كالمجلس أو كالكونغرس مثلا اللي هو السلطة التشريعية الإدارة بتاعة الدولة اللي هو إدارة الادمستريشن وما عندهم نظام رئاسي خضوعهم لسلطة الرئيس وكذلك خضوعهم لسلطة المكونات الثانية في الدولة. كويس. يعني بصورة عامة قبل اتطرقنا للنقطة دي قلناها بصورة سريعة انه مسببات ضعف القطاع العام او اداء مؤسسة القطاع العام كان شنو او الدور يعني سببه شنو، انه دائما بيكون في عدم ربط بين يعني دي واحدة من المشاكل الكبيرة اللي بتواجه انه يعني في عدم ربط بين المؤسسات في الحكومة المركزية والمؤسسات في الحكومة في المستوى الأدنى من الحكومة على يعني مثلا الوكالات والهيئات التابعة له زي مشكلة الجمارك، إنه في الحكومة المركزية وزارة المالية وأطلعت إجراءات يعني قوانين وإجراءات إنه أي مؤسسة حكومية بتخضع لديوان المراجعة العام، حصل كونفليكت بينه وبين وزارة الداخلية نتيجة لشنو؟ يعني إنه هل الحاجة دي الجهة دي بتخضع لأي سلطة أو لأي وزارة من الوزارات بالمفهوم الخاطئ اللي كان يعني إنه مفترض إنه مثلاً يعني وزير الداخلية ووزير المالية هم في الحكومة في مجلس واحد مجلس الوزراء، كيف تطلع قرارات متضادة من نفس المجلس؟ يعني ده يقول إنه بتتبع لوزارة الداخلية وده يقول إنها لا بتتبع لوزارة المالية. الإمارات هم ما عارفين القانون، ما انت في مؤسسه واحده وفي مستوى الاداره الحكومه المركزيه يعني الحكومه المستوى العالي من الحكومه المركزيه،
فاللي وصلت لحد ما وصلت انه على مستوى الافراد كان في كونفليكت, يعني انه صلاحيتي من صلاحيتك, يعني في ناس في ضباط بتاع الشرطه وزعوهم في الجمارك مفهوم اللي انه زي اداره الشرطه الثانيه, فقاموا يتبعوا نفس الاجراءات وهنا لا, لكن ناس الجمارك المتخصصين عندهم دور معين واجراءات معينه بيتبعوها هم عتربه. وده برضو بنشوفه انه احنا مثلا نتيجه للكلام ده في كميه من ال يعني حتى المخدرات دخلت, يعني نتيجه للتضارب اللي حصل لو كان خاضع لسلطه واحده وانه مثلا في حاويات دخلت فيها مخدرات لو متذكرين مشكله اوكي, وفي حاويات في تحوي مواد مسرطنه ولا مواد مشعه دخلت لحد الان الجهه دخلت يعني دخلت الجمارك وطلعت برضه من الفحص الامني والمهمه القصص يعني لحد الان هو ما معروف الكلام ده نتيجه للتضارب, يعني لوحده من يعني مثال لضعف مؤسسات لضعف هذه مؤسسات القطاع العام نتيجه للتضارب اللي حصل ده في النص في زول قدر يدخل الحاجه دي لحد الان ما معروف منه, ويعني دخلت عن طريق الجمارك عن طريق الشرطه عن طريق الامن نتيجة للتداخل والتضارب في السلطان. كويس. فأهم حاجة في عملية إصلاح إدارة القطاع العام وأداؤه إنه لازم يكون في ربط بين يعني المستويات العليا في الحكومة المركزية والمستويات الدنيا. بنطبق إذا قلنا نأخذ أمثلة في قطاع التعليم في قطاع الصحة في قطاع في أي قطاع ما حيكفينا الكلام, فأهمية إنه الربط بين المستويات الإدارة بتاعة الحكومة المركزية والحكومة في المستوى الأدنى أو يعني على مستوى الهيئات والمؤسسات اللي بتقدم خدمات القطاع العام. عشان نختم بصورة عامة الناس بتتكلم عن إنه في زي خمسة مؤشرات خمسة عوامل حتى للناس العاملين في القطاع العام سواء كان في السودان أو برا السودان أو سواء كانوا أكاديميين أو ناس شغالين في القطاع العام يعني كبراكتيشنر زي ما بقول. في خمسة تحديات بتقف عائق أمام ترقية أو إصلاح عملية الإصلاح, يعني ده نحن حنقولها على أساس إنه للمستقبل نأخذ الخمس عوامل دي ونحاول نتلافاها في عملية إصلاح مؤسسات القطاع العام في المستقبل في مستقبل السودان طبعاً. أولاً إنه التحدي الأول يعني حيواجهنا ونكون خاطينه في بالنا إنه في عدم وجود دليل واضح عن أكثر الأهمية لأنه الناس تبدأ بها في عملية تحسين أداء القطاع العام, يعني على حسب كل مجتمع وعلى حسب كل ثقافة وعلى حسب الوضع الاقتصادي الفي والدولة على حسب يعني المهم عوامل كثيرة بتأثر, يعني مثلا يعني عملية بتاعت إصلاح تمت فور إكزامبل مثلا عملية إصلاح مؤسسات تمت في أثيوبيا أوكي, إذا نحن قلنا نتبعها بنفس الطريقة اللي هم يتبعوها حندخل نفسنا في مشاكل ما لأنه دي تطبق في مجتمع في بيئة في ظروف غير الظروف اللي نحن فوق, لازم نكون نحط الحاجة دي في بالنا, يعني ما نقول مثلا برضو زي الحاجة اللي حصلت في الإصلاح اللي حصل في رواندا, يعني دول القريبة مننا دي خليك من انه نجيب فكره بتاعت انه مثلا النموذج ده طبقوه في البرازيل ولا طبقوه في الهند ولا يعني لازم انه ما يعني خلينا نقول خاطين في بالنا انه نعمل حاجه بتتوافق مع بيئتنا ومجتمعنا والظروف اللي احنا فيها كمجتمع او كدوله في السودان, يعني كدوله اذا كدوله كدوله السودان او كظروف او كمجتمع السودان. خلاص انا على وشك انتهي. برضو في عدم يقين حول الاشكال المؤسسيه التي يمكن ان تكون متناسبه مع تحسين اداء مؤسسات القطاع العام في سياق معين, يعني مثلا عندنا حس على النقاش الدائر والمشكله بتاعت انه النظام يكون برلماني, يعني مثلا ده على مستوى الاداره
العليا للحكومة أو الحكومة المركزية، إنه هل أنسب النظام البرلماني ولا النظام الرئاسي أو نظام المهم ناس العلم السياسي أو نظام مختلط؟ يعني فيلا مثلا حتى إنه نحن لازم نشوف حاجة مناسبة لظروفنا وللبيئة بتاعتنا. برضو الكلام ده من على المستوى بتاع الإدارات الدنيا، يعني مثلا إصلاح التعليم أوكي. فيلا مثلا الطريقة اللي طبقوها في مثلا في إصلاح نظام التعليم في الهند مثلا، هل هي مناسبة لنا هنا؟ إذا كنا نتبعها بنأخذها زي بحذافيرة يعني إنه مثلا كلام مش كده كويس. وبرضو اتطرقنا لصعوبة تغيير السلوكيات الفعلية للأسفاعلين الأساسيين في القطاع العام واللي هم بيقولوا عليهم وكلاء التغيير، اللي هو ده بالضبط كده الوزراء، مدراء المؤسسات والهيئات الكبيرة، المدراء الناس ومدراء الإدارات، يعني هم ديل بيكونوا مفترض الناس تركز على تغييرهم في تغيير سلوكياتهم في الفترة بتاعت في الفترة الجاية أو في عمل استطلاع مؤسسة القطاع العام، لأنه هم النموذج بيقدموا نموذج للناس العاملين تحتهم وفي المؤسسات بتاعت القطاع العام كلها بصورة عامة. فهم بيعتبروا وكلاء للتغيير، فسلوكياتهم فيما يتعلق بإدارة الموارد المالية البشرية المادية في مؤسسات القطاع العام لابد إنه التركيز يعني نركز عليها، لأنه التغيير بتاع السلوكيات. يعني مثلا لحد الآن نحن في قانون الخدمة العامة إنه عملية الترقية بتتم عن طريق الأقدمية بالأقدمية زي ما بقوله أوكي، في حين إنه حسا يعني يعني أنا ما أعرف ليه لحد الآن الحاجة دي موجودة، في حين إنه يعني التغيرات اللي حصلت على مستوى المجتمع في السودان يعني حسا الغالبية يعني من الشباب وصلوا درجات من التعليم مثلا يعني في اللي بيحمل حتى أكثر من البكالوريوس، في حين إنه تمشي مؤسسة بتاعت خدمة عامة أي وزارة يعني حتى لو مشيت وزارة التعليم العالي أوكي ممكن تيجي تلقى مدير إدارة أو مدير قسم بشهادة سودانية. أنا ما بقول إنه نحن ما يعني موضوع الأكاديمية والسينيوريتي ده ما عنده، لكن في النهاية يعني لابد والدنيا تغير المعرفة. يعني مثلا انت زول قديم في مؤسسة بالذات مؤسسات القطاع العام يعني في النهاية بتكون لسه انت شغال عندهم، في ناس بالمفهوم بتاع المعاملة بالأوراق يعني الورق والدوسي والسيرك والكلام بالشكل، في حين انه يعني ظاهر انه في بعض المؤسسات اللي فيها يعني شباب أوكي إنه التعامل بيتم بصورة يعني باستخدام أدوات بصورة شبكية يعني استخدام التكنولوجيا استخدام وسائل الاتصال الثاني، في حين إنه بنلقى في ناس يعني حتى لو استخدموا التكنولوجيا دي بيستخدموها بصورة ما بصورة المشكلة بيستخدمها زول شاب. يعني من ناحية بتاعت معرف نكون لوجيكال كده خليك من إنه الناس يعني الغالبية هم يعني فئاتهم العددية، من ناحية معرف إنه جول بيستخدم الكمبيوتر كشاب ما زي الناس الكبار بالذات في مجتمعنا في السودان، فنكون منطقين في الحتة دي، ما حتة إنه خلاص لا هم ناس كبار ما بعرفوا يعني أوكي. لو برضو ما ننفي دورهم في إنهم بيكونوا عارفين مسالب ويعني في الإجراءات المهمة الحاجات الغير مادية يعني عندهم دورهم بيقوموا، لكن من ناحية معرفية لابد إنه يحصل تغيير في الحتة. والتغيير في السلوكيات على الأقل يعني نستهدف نغير سلوكياته. النقطة الثانية الواحدة ممكن تعمل مشكلة في عمليات إصلاح القطاع العام في المستقبل إنه ممكن يتم يعني نتيجة لتجارب معينة كثيرة قالوها الناس إنه يتم بصورة فعلية، لكن ما بيحدث فرق في ما يتعلق بالأهداف التنموية المنشود من ناحية تحسين أداء ومخرجات مؤسسات القطاع العام، زي ما شايفين مثلا في عملية استخراج المستندات بتاعة الإثبات في وزارة الداخلية يعني
تم فعلا يعني تم انا ما بمنان انكر انه تم يعني تنفيذ عمليات اصلاح اداري على مستوى هيكله ادارات الشرطه الجوازات والجنسيه والكلام ده اذا كانت تكنولوجيه ولا اداريه ولا ماليه ولا لكن نتيجه ل يعني مشكله عدم وجود شبكه قويه يعني في يعني الشبكه بتاعت الانترنت دائما او الشبكه حتى بتاعت الحكومه الالكترونيه اللي بيقولها نتيجه ل انهم ظروف يعني إدارية سيئة تمت زي ما بقوله الخدمة المخرجات بتاعتها ما كانت بالصورة يعني المثلى يعني لحد الآن في ناس بتعاني يعني من في عملية استخراج استثباتاتها الشبكة طاشة دي جرائيا لكن مثلا حتى مرات في حاجات تشريعية يعني مثلا ممكن نظام قبيلتك شنو يعني ممكن او ابوك مثلا واجهها عندنا نحن بنعرف يعني كلكم بتعرفوا انه ناس مثلا ابهاتهم جنوبيين وامهاتهم شماليه واجهوا مشكله زي دي انه بعينينه القانون بيمنحهم انه اي ام يعني اي زول امه سودانيه بغض النظر عن لكن كان في مشكله انه الناس الجايين من ابهاتهم من جنوب السودان وامهاتهم شماليات انه استخرج لهم مستندات مع انه القانون بيمنحهم الحاجة دي أي أم سودانية بغض النظر عن الوالد منه زي ما يعني أي زول سوداني أبو سوداني بيحق له يعني والدين سودانيين بيحق له لكن مثلا يعني هدو واحد من الأمثلة وإجرائيا إنه شبكة طاشة الكهرباء قاطعة برضو مع سلطة اختصاص انت جاي من ولاية ارجع ولايتك جيت منها في حنين الشبكة الالكترونية نفس البيانات دي انت في الخرطوم ممكن تطلع عليها انت في الشريك يعني زوج جاي من الشريك يقول لي لا ترجع كسلة ترجع بورسودان عشان تطلع او ترجع الشمالية عشان في حنين الشبكة يعني دي لو لاحظتوا الناس تعين الرخص طلعت رخصتك من وين يقول لك ارجع للحتة في حنين الشبكة قومية مفترض تكون كل نفس البيانات اللي حتحصلها من الخرطوم هنا النقطة الأخيرة عندنا عوامل مؤشرات الاقتصاد السياسي اللي هو بيتمثل إعاقة أو تكون هي دليل على إعاقة عدم إتمام عملية الإصلاح بصورة كاملة زي ما قبل المثل اللي قلناه في تعريفنا لمفهوم الاستحواذ على ريع مؤسسات العامة وهي دي النقطة الأخيرة إنه في ناس أو في جهات وزن يعني المجتمع ما بقول وزن القطاع العام فقط وزن المجتمع بتحاول تستحوذ على ريح يعني يحصل اسم شنو تنمية يعني أو تغيير في سياسة القطاع العام والصورة الأفضل والصورة فعلية لكن من خلال السياسة العامة يعني يتأثيرهم على يعني يكونوا لوبي مثلا أوكي على يمثل ضغط على الحكومة أو بوسائل أخرى أو على حسب علاقاته إنه السياسة العامة القرارات اللي بتصدر عنها تكون في صالح ناس معينين بحيث إنه الريع بتاع الموارد بتاعت الدولة يمشي في اتجاه معين أو لمصلحة ناس معينين فدي العوامل اللي ممكن تعيقنا في عملية إصلاح الإدارة العامة بصورة عامة وإدارة مؤسسات الدولة بمختلف مستويات أنا على كده ختمت بس في زول ده قبل لأنه قلت له عشان الزمن عنده كلام أو نقطة داري سيرة بس اختصر حاول اختصر عشان الزمن خليه يسأل جبل مايك عيد الكلام عيد السؤال أسأل بالنسبة لجبل قلت فاستخصاص الصلاحيات يتم مثلا يعني قلت مثلا بسلطة الغضاء طيب يلا سلطة الغضاء التعيين بتاع يعني هسه حاليا حتى في الولايه الحاليه صلاحيات بتاعت مسؤوليه السياده انه يصدق عليها وكذا فهنا بتكون يعني تاليه فهذا صح يعني مثلا تدي بين انه يعيل او يعين وبعدين يعني السلطه الغضائيه ذاتها تكون يعني بطريقه الانتخاب ولا تكون كيف والهي يعني انت لما تدي زول ده بعين كده انت اشتركت في الهناء بذاته صح؟ مثلا عيد الكلام بتاعه اوكي هو قال انه في عمليه فصل السلطات انه مثلا يعني زي السلطه الغضائيه هل
بيحك مثلا ل يعني الفتره اللي فاتت انه تم تعيين رئيس القضاء من قبل المجلس العسكري, في حين انه هو يلا يعني بالقانون مفترض انه السلطه القضائيه تكون منفصله تماما عن السلطه التنفيذيه او السلطه التشريعيه. عملية التعيين دي يعني دي حاجة إجرائية ممكن يعني يعني يتم وزن السلطة القضائية يعني مثلا بالأقدمية أوكي, يعني زي أعضاء المحكمة الدستورية واحد منهم بعد من فترة معينة أو المحكمة العليا, يعني المهم دي حاجة إجرائية بيتم وزن السلطة يعني زي برضو نفس الموضوع بمجلس الوزراء. أما حتى التعيين والتعيين وما التعيين دي يعني اختيار الشخص ده ما بيتم من قبل المفترض يكون من قبل المجلس السيادي مثلا أو الرئاسة, يتم ترشيح ناس معينين إنهم ديل هم الأعضاء يعني حسب مؤهلاتهم وكفاءتهم وكده, هو كسلطة سيادية يختار واحد منهم أو يوافق مثلا بالأغلبية إنه الأعضاء بتاعين أعلى سلطة بتاع في القضاء مثلا سلطة أعضاء المحكمة الدستورية أعضاء المحكمة الدستورية أو المحكمة العليا سوري المحكمة العليا يختاروا واحد منهم يقدموه إنه هو ده اللي يبقى رئيس القضاء. دور المجلس السيادي إنه يوافق فقط إجرائيًا, يعني مثلًا زي في بريطانيا في النظام البريطاني إنه يتم انتخاب من قبل البرلمان انتخاب الرئيس بتاع مجلس الوزراء رئيس الوزراء. الملك دوره انه بس يعني مش حاجة تشريفية زي ما بقوله, لكن في النهاية حتى لو يعني مثلا هو مو موافق عليه يعني ينصح البرلمان او يبرر لانه رفض بصورة منطقية, لكن ما عنده اي دور في تحديد منه اللي يكون هو رئيس القضاء مثلا, وبنفس القصة ما عنده دور في تحديد منه اللي يكون هو رئيس الوزراء. في النهاية الحاجة دي بتخضع للبرلمان السلطة يعني السلطة التشريعية, يعني حتى مثلا زي يعني اذا كان في يعني مثلا هو ما موافق على رئيس القضاء اللي اختاره يرجع للسلطه التشريعيه ما. اوكي, لانه في النهايه السلطات كلها بتخضع للسلطه التشريعيه, مجلس الوزراء بيخضع للسلطه التشريعيه, السلطه القضائيه تخضع لانه في النهايه هم شغلهم لو ما في قانون والدستور بيطلع من السلطه التشريعيه, لكن حتى انه بصوره مباشره يتدخل في عمل القضاء او في تعيين القضاء ده ما مفترض يتم. ودائما برضه ما نخلط, هو كان في خلط انه سلطة السلطات بغض النظر عن رئيس القضاء حتى لو صدر امر من قاضي, يعني لاحظتوا حسن ترامب لما كان منع المهاجرين او الناس من وصول معين من دول معين في النهايه خضع لسلطه القضاء, يعني حتى قاضي في ولاية أوكي محكمة فيدرالية أصدر أمر قضائي حكم قضائي الرئاسة الأمريكية خضعت له. ده المفهوم بتاع فصل السلطات, مش إنه التعيين وما التعيين ده أصلا أمر مفروغ منه, بيتم من خلال هيكلة وقوانين وتشريعات السلطة القضائية. أوكي إن شاء الله وضحت لك الفكرة. والله يلا هي دي اول حاجه, انت بتتكلم عن ناحيه قانونيه, انا كلامي من ناحيه اداريه. اوكي من ناحيه قانونيه دي يعني حته مثلا سلطه, هو في النهايه التصريح باعدام بالتنفيذ بتاع الاعدام يعني مثلا الرئيس, لكن انه صدور الحكم ولا يعني في اداريه يعني لا ما حاجة إدارية, ما تخلط بين الإدارية والقانونية. أنا ما قانوني غايته في الحتة دي, أنا السلطة ذاتها قانونية جات كيف, لكن من ناحية إدارية بقول لك أي مفترض ما يتدخل في الحاجة دي, ما مفترض. أوكي
شكرا جزيلا. يا سادة دينا معك فلوس بس نتكلم.